أهلا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان من جديد. نحن لسه معاكم متواصلين عبر هذا المشوار الجميل الجمع بيننا وبينكم ومن خلال هذه المساحة. سعيدين أن نلتقي بأحد الشباب المؤسسين وأيضا الناشرين للدعوة في هذه المنطقة دكتور محمد عمر حبابك، وسعيدين بك. أهلا بك. مرحبا بك كثير ومرحبا بكم وشرفتونا وكثر خيركم لإتاحة هذه الفرصة المباركة. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن نوفق في عكس مادة علمية مباركة ننفع بها البلاد والعباد إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. نحن سعيدين بك من خلال هذه المحطة والمساحة تحديدا لنتعرف أكثر عن دور الشباب في نشر الدعوة، وأنت ممثل الشباب داخل هذه البقعة الجميلة، تفضل. والله الحمد لله رب العالمين الذي هيأ لنا هذه الفرصة لأن نحكس هذا العمل الطيب المبارك. وحقيقة دور الشباب في عكس يعني تعاليم الدين في قريتنا وفي مسجدنا المعتبر هذا هو دور واسع وذو شجون. يعني إذا كان بدينا نتكلم عنه من الليلة لبكرة ما بنقدر، لكن بنقول أنه المشايخ والمعلمين يعني أفادوا إفادة كبيرة جدا في زرع بذور المعرفة وبذور السير إلى الله سبحانه وتعالى في قلوب الشباب. ومعلوم لديكم أنه الشباب طاغات جبارة وهمم عالية جدا، يعني إذا لقت يعني مدرسة قوية التأثير ومدرسة عندها هدف واضح وهدف منشود، يعني وأعني بذلك يعني منشود في رضا الله ورضا رسوله صلى الله عليه وسلم، أكيد بيكون في أثر، بيكون في أثر واضح. فدور الشباب ظاهر جلي من خلال الوسائط الاجتماعية في بث المنهجيات التي تقوم في هذه المدرسة في هذا المسجد المبارك، من خلال تدريس الكتب، ومن خلال أيضا يعني النشاط الذي يرى ويسمع في المنبر على المنابر. فالمنبر الحمد لله رسالته يمكن رسالة هادفة ورسالة ناجعة وناجحة في إيصال بعض المعلومات إلى قلوب المستمعين. ومن سمات يعني المنبر في مدرستنا وفي مسجدنا أنه بيعالج مشاكل آنية ومشاكل يعني بجد، يعني مجتمعنا محتاج شديد أنه نسمع ونطبق ما نسمع. يعني ما الخطبة التقليدية الزمان التي يعني تقرأ من خلال الكتب أو من خلال الورقات المكتوبة، هي خطب أسلوب مختلف وأسلوب حقيقي يعني معالج كما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني صلى الله عليه وسلم ما يعني حدث إلا واحتل المنبر واختطب في الناس، بتكلم عن الحدث الآني. هذا هو الذي يعني تعلمناه من أشياخنا، وده يمكن يكون شيء يعني ما في بقية يعني مناطقنا في بلادنا. فيعني الكل له رمزية والكل له خصيصة والكل له مزية. أنا ما داير ألقي دور الجماعة الثانية عشان يسمعونا من خلال الكاميرا يقوموا يزعلوا، لكن يعني بنرجو من الله سبحانه وتعالى أن نجد الإخلاص والقبول عنده جل وعلا ويسر لنا.